أجرت كاميرا التلفزيون المصرية عددا من اللقاءات مع أوائل الدفعات من الأكاديمية والكليات العسكرية، وكذلك التقت بعدد من أهالي الطلاب الأوائل الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا الحفل وتفوق أبنائهم. أنا دكتورة وصال محمد مرعي، والدة ملازم تحت الاختبار عبد الرحمن طارق عبد العزيز. أنا مبسوطة وفرحانة وسعيدة، شعور بالشرف وبالسعادة لا يوصف. أتمنى لكل أم تقف نفس الوقفة اللي أنا فيها دي دلوقتي. طارق عبد العزيز سامي، والد ملازم تحت الاختبار عبد الرحمن طارق عبد العزيز. أنا شعوري النهاردة بالفخر واعتزاز وعنق تكاد تلامس السماء بتفوق عبد الرحمن طارق وطلوع الأول على الأكاديمية. رسالتي لي ولكل زمايلي اللي ربنا يوفقكم ويكين على أيديكم دايما، وزمايلكم حفظ أمن مصر إن شاء الله. ملازم بحر تحت الاختبار الحسن حسين الصيفي. طبعا ده شرف كبير لاي حد ان هو ينتمي للقوات المسلحه المصريه، كيان كبير ومؤسسه كبيره، وطبعا انا بعد اني شفتهم زمان دورهم اللي هم بيحافظوا على امن واستقرار مصر في ثوره 25 يناير و 30/6، فانا يعني حبيت من وانا صغير ان انا ابقى جزء من الكيان الكبير ده. استاذ دكتور الحسين الصيفي، والد الملازم بحري الحسن والحسين الصيفي. يعني شعور لا يوصف طبعا. النهارده من اجمل واحلى الايام في حياتي. النجاح هو ده، يعني اجمل فرحه في العالم كله في الدنيا كلها هو نجاحك، فمنجح اولادك فده الامتداد بتاعك، فما تفرط بيه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ربنا يبارك لهم ويزيدهم ويحفظهم جميعا بحق لا اله الا الله. زينب أبو الخير، والدة الملازم تحت الاختبار حسن الصيفي. أنا سعيدة جدا وفخورة بيه جدا جدا. حسن جميل ويستاهل كل خير، وملتزم ومجتهد طول عمره الحقيقة، وربنا وفقه، ودي حاجة جميلة وتشرفنا يعني الحمد لله.